يعني مودي كان حلو جدا واحنا بنشتغل في بقيه الافلام كلها حلوه، بس كنت مثلا يعني ممكن ابقى متوتره مش عارفه عندي يعني. هنا انا كنت فاتت خالص، فتشوف حسب ده هنا. لا يعني هو الشق الاول في السؤال، ان انا من وانا في معهد في المسرحيه في سنه اولى كنت حاطط في دماغي ان انا عايز اكون، كنت طبعا بشوف تاريخ السينما، انا بحب يعني اقرا كتير عن تاريخ السينما وعن الناس واشوف الحاجات القديمه برضو المشاكل اللي كانت موجوده عندهم. فكنت حابب دايما على قد ما اقدر ان انا اكون ممثل متنوع على قد ما اقدر، ان انا ما اعملش نوع واحد بس من وانا في المعهد. وكنت طبعا المعهد بيتيح لك انك تعمل مسرح كتير سواء ادب عالمي او ادب عربي، فبتعمل انواع مختلفه سواء كوميديا او كوميديا سوداء او تراجيديا مأساة، كان عندنا حاجات كتير. فلما خرجت اشتغل في الاحتراف حاولت ان انا اكون اعمل كده، عملت خيانه مشروع، عملت اول فيلم اتقدمت فيه كبطل مع الاستاذ يوسف نصر الله اللي هو احكي شهرزاد، وعملت بعديه كان في القمر فيلم برضه جد. ثم بدات اعمل، حبيت يعني لما الناس يعني اثنت عليا في الادوار الجد ما حبيتش ابقى انا ايه محصور في ادوار الجد فقط، فقلت لازم اخرج اعمل كوميديا نوع تاني. عملت كوميديا الناس الحمد لله حبتني فيه، قلت عايز اعمل حاجه رومانس، وكان برضو قرار ان انا اعمل حاجه رومانسيه. عم اقنعت الصناع ان انا عايز اعمل فيلم رومانسي، لان انت عارف السينما بيبقى فيها طبعا توزيع، ولما لو في ناجح في حاجه معينه فهم بيفضلوا دايما انك ايه تروح في الحاجه اللي انت ناجح فيها. فقلت لا عايز اعمل رومانسي، وعملت الحمد لله فيلم تبع روحي ونجح. بعديه قلت اعمل حاجه سايكو دراما، عملت تحت تهديد السلاح. فالحمد لله بلاقي ناس عندها يعني قبول في الحاجات دي، وبلاقي المنتجين بيبقى ريفرنس بالنسبه لي نعمل بنفس النوع. فانا دايما بهرب من طالما حاجه نجحت اروح حاجه ثانيه. بس في الكوميديا بالنسبه لي اكتر فيلم برضو قريب ليا فيلم زنقه ستات. يعني انا قبل كده كان عندي زمان مسلسل قعدت اذاكر صعيدي، وكنت الحمد لله شاطر في وقتها وما اتعملش المسلسل الحمد لله برضو. لكن اختي ما شاء الله بتتكلم صعيدي حلو، يعني هي كانت بتعرف يعني تذاكر ده كويس. فانا اكيد بحب جدا، وانا فخوره ان بابي من اسيوط العرب لا طاوله. فان شاء الله طبعا يعني اول فرصه هتجيلي انا مش همانع خالص، يعني مش هطلع فرفوره وكده، هذاكر وهبقى شاطر. حسن طبعا انا عملت فيلم كف القمر فعلا، وكان فيه اجتهاد كبير جدا، وصورنا هنا في الاقصر والاقصر، وكان الاقصر عشان استاذ محمود ما يزعلش. وكان واستمتعت جدا بيه، وكنت لسه ما عملتش حاجات بطوله ليا لوحدي، لكن انا استمتع جدا. وكان في زمان مشروع كنت اتكلمت فيه حتى مع الاستاذ سيد فؤاد، كان مشروع كده عن حاجه فلوسر وكده، فممكن ان احنا يعني الواحد يشتغل على فكره. لكن طبعا احب جدا اكيد لو في نص كويس احب جدا ان انا اقدم الشخصيه دي، شخصيه جميله مصريه تتميز بلهجه حلوه جدا مميزه على الاذن كل الناس يعني، وكل الناس في مصر وفي العالم العربي بيحبوها.